الترقيه طبعا جدا مهمه، ولا استطيع ان افكر في وقت افضل من هذا الوقت للتعاون وبناء علاقه ثقافيه وبرامج ثقافيه مع فرنسا عاصمه الثقافه والفن. لذلك نحن سعداء جدا ان يكون هذا التعاون، وسعداء ايضا باننا اليوم مع معالي الوزيره اتفقنا على ان تكون هناك مشاركه رسميه للمملكه في مهرجان كان لاول مره.